انت في هم كبير على كتافك، لو انت في حمل تقيل على ظهرك، لو انت في فعلا هموم على قلبك مش مخلياك عارف تعيش حياتك كويس، مش عارف تتقرب لربنا سبحانه وتعالى، الفيديو بتاع النهارده ده ليك. خلاص الفيديو بتاع النهارده ده ليك والله العظيم. عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي 7 مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما اهمه. شيل كل الهموم اللي على كتافك وكل الغموم اللي على ظهرك دي، ان انت كل يوم تواظب الصبح وبالليل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خلي بالك من الاذكار، والله هي الحصن بتاع الواحد، والله الواحد مش عارف من غير الاذكار دي ربنا سبحانه وتعالى كان هيسترها معاه ويحافظ عليه ازاي. خلي بالك من الاذكار حبيب قلبي. اشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.